بصوا كل عشي كده بصوا على الدنيا. انا قلتلكم ما تفتحوش كده فالناس ناسيه كل حاجه. حاول يعني بس النهارده مش صعب، هو يعتبر تكمل للدرسين اللي فاتوا. الفكره بس ان احنا المره اللي فاتت كنا بناخد دريفاتيف بنحط انتجريشن هن اكس، بدل ما كنا عندنا الاس وبعد كده الفي وبعد كده الاي، لا هنعكس بقى نجيب الاي نجيب منها الفي وبعد كده نرجع للاكس بالانتجريشن. انتوا عارفين الدريفاتيف والانتجريشن عكس بعض، فاحنا كان بيبقى عندنا الاس او الاكس نعملها دريفاتيف نجيب الفي، نعملها دريفاتيف نجيب الاي الاي صح. عايزين بقى النهارده بقى نديك الاي، انت بقى ترجع العكس تعمل لها انتجريشن تجيب الفي، والفي تعمل لها انتجريشن تجيب الاكس وهكذا. طب تعالى الدرس بتاع النهارده هو الانتجريشن اوف فيكتور فانكشنز عكس الدرس بتاع المره اللي فاتت. تعالى نشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. نبدا بحاجه احنا بدانا بيها المره اللي فاتت، اما جينا قلنا ايه؟ ايه ايكوال هتبقى ايه دي تي صح ودي في، ويقول لك بجمع عندك دي تي ودي في لوحدهم كده، ده معناه ان المساله اتقلبت انتجريشن خالص. تاني كده ايه ايكوال دي في على دي تي؟ وديت دي تي الناحيه الثانيه جنب الايه، طبعا بدل هنا دي في وهنا دي تي اتقلب الانتجريشن. وخلي بالك بقى معايا هنقدر نفكر الانتجريشن ده definite من كام لكام؟ ركز كده معايا. يقول لك انت بتعمل هنا الانتجريشن بالنسبه لتي، انا خلي بالك طب بعمله من اول فين لحد فين؟ الحته اللي انت عايز تدرسها. يعني انا عايز ادرس مثلا من اول الثانيه 0 لحد الثانيه 4. فبحط هنا 0 بحط هنا ايه؟ 4. عايز ادرس مثلا من اول السكند مثلا سكند ثاني ثانيه لحد مثلا 5 ثانية يبقى 2 5 وهكذا. وبما اني لسه مش محدد فهنعتبرها ان احنا بادئين مثلا من اول 0 لحد ايا كان بقى ايا كان اي ثانية مش هتفرق تي. حطها بقى فوق تحطها دلت تحطها سيمنا اللي انت عايز تدرسه تدرسه. المهم انا بس عشان نفهم حاجة ان الزيرو دي مش قصدي تي ايكوال 0 لا، قصدي تي انيشيال. يعني ايه تي انيشيال؟ يعني لو انا قلت لك ادرس الجسم من اول مثلا من الثيرد سكند من الثانيه الثالثه للثانيه السابعه يبقى نحط هنا مش 0 1 هنا كام؟ 3 وهنا كام؟ 6 عشان الناس تتفرج ان دي 0 تبقى دي من 0 لا انا قصدي كانها يعني تشي 0 من الاخر بس انا مش هتبقى دي 0. هتشوفوا الكلام ده في التطبيق. تعالى الناحيه الثانيه بقى الفي. احنا بنعمل انتجريشن بالنسبه للفي صح؟ طب مين الفي الاولانيه بيبقى ليها اسم والفي الاخيره بيبقى ليها اسم؟ الفي الاولانيه احنا عارفين اسمها ايه؟ في نو. والفي النهائيه بنسميها في خلاص ما اعرفش كده. يعني انا هنا بعمل بالنسبه لتي فخد لي بدايه الدراسه بتاعتك من اول تي لاخر تي، اول تي وليكن هنسميها تي 0 او 0 واخر تي اللي انت بتدرسها مش عارف 4 5 10 ايا كان سميتها تي. طب هنا بقى بالنسبه لفي مين يا مستر الفي؟ يقول لك الفي مين اول في واخر في؟ طبعا معروف اول في يعني انيشيال فيلوسيتي يعني في لو ادي في لو لحد اخر في اللي احنا هنقف عندها اللي هي الفي. طب تعالى نعمل الانتجريشن ده كده ركز معايا ركز معايا. ده ايه بالنسبه لايه؟ لجي تي واحد يقول لي مستر مش المفروض تبقى اي تي؟ اقول لك لا استنى، هو انا قلت لك ان الاي ده كونست؟ انتوا عارفين يا اولاد لو هنا في 2 يبقى بقى اعمل انتجريشن تبقى ايه؟ 2 تي عشان هي مش اكس خلي بالك هنا ايه؟ تي يبقى اسمها 2 تي. لو هنا 3 تبقى 3 تي. طب يا مستر الايه؟ اسميها ايه تي؟ يقول لك استنى هي الايه دي كونست؟ لا طبعا الايه دي مش كونست دي فانكشن
سيبها لي زي ما هي، انا ما اعرفش جواها ايه. زيرو جي. طب جي يلا يا مستر، هو مين هنا اللي هنعمل له انتجريشن؟ هو في هنا كام جنب الدي في؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه كده، مش حاجه كده يعني. وان وانا لما بعمل انتجريشن للوان يبقى كام؟ في ولا اكس ولا تي ولا هو انت شغال بالنسبه لمين؟ شغال بالنسبه لمين؟ في يبقى في. انتوا عارفين طبعا بنعمل ايه؟ فاكرين حاطط ايه؟ عشان ده ديفولت. فاكرين ديفولت كنا بنعمل ايه؟ خطوه خطوه كان معايا في الدنيا لسه نايمه خالص. على الله. اللي فوق هنعوض بيه، هنعوض عن البي نحطها بي ماي ماينس اكروت ونشيل نحطها ايه؟ وهنا زين دي وهنا. وده اول قانون عندنا عشان نعرف كده دي نعرف دي. تعالى بعد كده جه قال لك احنا كلنا عارفين، هتطلع بقى الريتم شويه. خدنا المره اللي فاتت الاس الاس دي ايه؟ دي ايه على دي ايه؟ سوري ايه البي قصدي ولا ايه؟ دي على دي دي اكس على او دي اس على دي جي. خلينا نسيب الدي اس دلوقتي مبدئيا. بص هنعمل ايه؟ نفس الحرب نفس الحرب هتبقى بي دي دي. وهنا مين؟ تعالى كده واحده واحده. انتجريشن الجي عندك خليها اس. انتوا فاكرين اس والاكس؟ ايه الفرق بين اس والاكس؟ امتى الاس والاكس يبقوا زي بعض؟ ناسيين خالص. لما يكون مين اللي بزيرو؟ الاكس لو الاكس ما يبقى بايه؟ بزيرو. خلينا في الاكس دلوقتي واحده واحده. الدنيا لسه في الضياع. الفي من اول الفي واخر الفي زي ما عملنا المره اللي فاتت. مين اول رقم من الفي واخر رقم من الفي؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ الاولاني كنا بنسميه في نون انيشال فيلوسيتي والثاني بنسميه في عشان. طب بالنسبه هنا الاكس بقى اول اكس كان اسمها ايه؟ اكس نون واخر اكس في نون في اكس نون اكس. يلا نعمل انتجريشن. الفي اللي احسن بقى مستر ثواني، وحضرتك بتعمل بالنسبه لمين؟ يبقى اعمل الباور 2 ديفايدد 2 ولا اعمل ولا سيبها ولا استنى. انت بتعمل انتجريشن بالنسبه لمين؟ لجي. واحد يقول لي مستر تبقى في جي. اقول لك هي في كونستنت؟ انا قلت لك في المساله ان في كونستنت ما قلتش حاجه. سيب لي دي زي ما هي. في دي دي بس دي بقى مين انا اوريدي اللي جنب الاكس؟ الوان الانتجريشن بتاعه بقى ايه؟ وكده فاكرين الحركه دي؟ انا بحاول امشي واحده واحده عشان اسخن بس الدماغ. الدنيا نايمه خالص ماشي. اهي في دي دي وهنا اكس وده القانون الثاني اللي المستر كاتبه. بس المستر كاتب له صوره ثانيه. احنا عارفين ده او فاكرين ده من الاسبوعين اللي فاتوا. ده كان اس صح؟ يعني ممكن اشيل ده واحط مكان مين؟ طب ساعات بقى يجي لي فاكرين دي استنى كده ايه ايجو مين فاكر؟ ده لازم يتنسي بسرعه. تمام كده؟ ممكن نودي الدي اكس ناحية تانية؟ وبعد فضل هنا صح كده؟ مظبوط؟ يلا احنا هنا مش هنقول بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإكس صح؟
هي الاكس اولها كام واخرها كام؟ خلي بالك اول الاكس كام واخرها كام؟ اكس نو. طب اعمل انتجريشن ولا اقف؟ استنى انت بتعمل نسبه لايه؟ النبي تركزي معايا يا انا عارف ان البطاريه نايمه خالص واصلا احنا مش فاكرين الام والبي الاي دي اكس. طيب هل يا مستر الاي دي كونستنت؟ ما قلتش حاجه. طب يعني اعمل ايه؟ لا ما انا مستر الاي دي فانكشن ما اعرفش بس زي ما هي مش عارف ايه ايه بقى؟ سيبني ده. او في بقى من فرق ايه؟ مين قال لي حاجه ومين قال حاجه؟ مين قال لي حاجه؟ بينو في دي ينفع تعملها انتجريشن مع بعض؟ ينفع؟ هي بي اصلا ودي ايه؟ ينفع تعملها انتجريشن؟ اكس دي اكس ينفع تعملها انتجريشن مع بعض؟ يعني هيك يعني يعني انا لما اجي اعمل كنا بنعمل كده لسه الدنيا خالص بينفع نعملها لا؟ مش دي بي ودي بي؟ ايوه بس اعملها انتجريشن طبعا عادي خالص. يلا هنعمل دي نعمل ايه؟ زي الباور ايه؟ ونعمل ديفايد على باور جديد يعني هتبقى هاف صح كده؟ في باور مظبوطه؟ فاكرين حاجه؟ وفي نو في ليه يا مستر عملت انتجريشن هنا؟ ايوه ما هو تنفع مش في مع دي دي زي اكس ودي اكس بينفع عادي يا عبد الرحمن خلاص؟ ويلا اعمل ماينس هيطلع لك القانون الجميل ده فين؟ بس ملحوظه مهمه لو قال لك الايه كونستنت هقولها على الاول واحده والباقي بقى نفس النظام. اسالك سؤال ركز معايا شايف الانتجريشن ده لو قال لي الايه كونستنت يبقى الانتجريشن ايه؟ ايه جي صح؟ انا جيت هنا ركزوا معايا ركزوا معايا هجيب الحته دي هنا لو قال لي الايه كونستنت يبقى الانتجريشن هيبقى ايه؟ مش كونستنت يعني 2 4 و 6 و 7 وكده اي جي مظبوط صح ولا لا؟ وهنا في مين اصلا بقى عامل؟ شالوش على القانون ده؟ طب استنى عشان احنا ناسيين شويه. دلوقتي حالا هتلقطه. هل ده كده ناحيتي؟ تبقى ايه؟ حد فاكر القانون ده من الساعه اللي فاتت؟ حد فاكر؟ كنا واخدين تلات قوانين الموشن دول. ده كان الاولاني نسيها عامة انا كنت فاهم عشان انت نسيها كل واحدة منهم لو انت طبعا اللي هي هتبقى اللي هي مش عارف عاملة كده هتيجي تعوض هنا هتتغير تجيب لك القانون الثاني هتعوض هنا تغير تجيب لك القانون الثاني جايبهم لك انا كلهم في الشيء تذكروا نفس الفكرة ماشي لازم اخد بالي دايما في الانتجريشن انا بعمل انتجريشن بالنسبة لمين انا هنا مثلا عندي ايه ودي جي لا استنى طب واحد يقول لي مستر خليها اي جي ماشي انا فاهم اقول لك استنى انا قلت لك ليه كونست لو كونست حط جي مش كونست تبقى زي ما هي تبقى زي ما هي تعالى بقى نطبق بقى الشغل خلاص احنا ايه رغينا كتير شويه ملاحظات مهمه جدا تعالى بقى بص لي كده على اول مساله يلا بيقول لي سعادتك ايه معلش الخط مش باين شويه بيقول لك ايه ولا مش باين خالص ابارتيكل اظن يعني موف ان ستريت لاين ويز انيشيال فيلوسيتي ويز انيشيال يعني ايه انيشيال فيلوسيتي؟ اسمها ايه الرد بتاعها؟ في بكام؟ تسع نعم غيره بعد كده قال لك تاني قال لي ذا اكسلريشن بتيجي الاكسلريشن او ليه؟ يلا الاي ايكوال ايكوال مين يا عم؟ كان 6 تي ماينس 8 صح؟ حلو عشان نعمل بقى انتجريشن ونروح على نفسي طب هو بقى عايز ايه؟ من الاخر كده فايند فيلوسيتي ديسبلسمنت at t equals 3 find velocity displacement at t equal كام؟ 3 يلا بص يا استاذ شحاته
رجعت على فاجئ في البيت ما فيش. يلا احنا عندنا اكسلريشن عامل لي ايه صح. يلا نجيب اول حاجه مين؟ القانون الاولاني. اول ما تلاقي الايه يبقى انت شغال بالقانون ده على طول. اول حاجه لقيت الفي يبقى القانون ده ده يعني الاثنين هقولوه ده انت وده انت ودي بقى نخليها للاخر ماشي. يلا نعمل ايه؟ نطبق القانون الاولاني نكتبه اهو في ماينس في نو ايكوال 0 تي. فين الاكسلريشن عندي ولا عند ك 60 ماينس 8 دي ده قانون؟ ده قانون. طب بص كده مستريح ليه؟ بص انا عامل ايه؟ خرج انا عملت ايه؟ حد مخبي ال 9 دي جت منين؟ ما حضرتك وهي موجوده في المساله ماشي؟ يلا انتجريشن 2 هنا تبقى 3 تي باور 2 ما تبقاش الانتجريشن كمان ماشي؟ وطبعا بنعمل ايه؟ عايزك بقى تتعلم هنا اول مره بس هنا 0 وهنا تي صح؟ طبعا انت لو عوضت تي هتفضل ايه عيد المظلوم. انما لو عوضت زيرو لا هتختفي خالص. فانت اتعلم حاجه ما دام زيرو تي خلاص انت تكتبها زي ما هي وخلصت. سيب الكلام ده. الا حاجه واحده. الساينات والكوساينات والكلام ده. لا هنا انت لو حطيت زيرو كوساين زيرو يطلع ب 1 هنا ما دام كلها تي والكلام ده الغي انت اعملها تي على طول خالص. هتيجي دلوقتي مسألة الساينات والكوساينات ولازم تعوض ساعتها بالزيرو. هنا مش محتاج تعوض لان هتطلع بالزيرو. هات لي دي واحدة. عملت في نيجاتيف 9 بس بقت 3 تي باور 2 ماينس 8 تي بلس 9. استنى بص احنا لسه شفنا عملنا ايه؟ هو طالب احنا لسه شفنا حاجة لسه ما شوف مستر. انا الحمد لله جبت الفي. هو بقى عايز الفي عندي تي ايكوال 3 عايز البي عندي ايه؟ ايه بقى نوت 5 3 لسه مسحها وانا حاطط بي بزيرو ولا حاجه؟ قلت لك ماكسيموم هايت والماكسيموم ديستا بس انا نطقت كده انا عايز بي 3. يلا في 3 هي بي 3 بنعمل ايه؟ نعوض عن تي كام؟ 3 يعني تبقى كده وهي يا مستر مش عارف ايه 3 بلس 9 وتطلع زي ما تطلع هنا كام 27 24 3 12 تطلع 12 ماشي. جبنا البي 3 تعال نجيب بقى الاكس ولا عايز الاس؟ اس يلا فاكر الاس كده يا ابونا الاس شايف القانون الاس؟ مستر اشتغل بده ولا بده؟ والله الراجل طالب الاس صح؟ مش طالب اس؟ جاب سنه ديسبيسمنت ولا طالب اكس بقى واكس نو لا شغال الاس يلا حبيبي اس ايه؟ شايفين القانون؟ 0 تي في دي تي مظبوط؟ يلا اس يلا ها 0 الفي بكام؟ كام الفي؟ لا الفي بكام؟ لسه عامل انتجريشن لسه عامل انتجريشن فين الفي؟ هتشوف الفي بكام؟ دي الفي ها؟ شايفين الفي؟ ده لسه عامل انتجريشن نصحى مع بعض حتى بكره ماشي؟ ادي كام يا مستر 3 تي باور 2 مش عارف كده ايه عم في ديس شو اسمه نعمل انتجريشن يلا يلا يا مستر يبقى الاس ايكول هنعمل هنا طبعا هنزود وديفايد تطلع تي باور 3 هنزود وديفايد تطلع كده وكده. في حاجه غريبه ولا حاجه؟ شاهد استاذ من اللي ورا ركزت يا اخويا ماشي خلاص يابا انت عديت يابا تعديت ماشي. هنعمل ايه الخطوه الجايه؟ طالب اس عند 3 بقى اس عند كام؟ عند 3 يبقى الاس يا مستر هنقول له يا مستر ثانيه كده طب انا ايه اللي خلينا طب ما انا اعمل هنا بدل 0 تي ما مش هو عايز الديسبيسمنت لحد 3 طب ما نعملها 0 3 صح مش احنا قلنا هنا الاولانيه وهنا الاخرانيه طب انا مش عرفت يا مستر الاول اللي هي زيرو شوف كده قال لك فروم ذا بيجيننج الكلام اللي هو بيجيب الاول ده اكيد فيك اهي بص استنى اخر جمله في المساله فروم ذا بيجيننج اوف ذا موشن طبعا بيجيننج اوف ذا موشن انت بتاع سعادتك بكام؟ بزيرو يعني انا كان مستر معمول دي زيرو 3 واخلص وعلى الاله واقوم رامي صح بس خلينا خطوه خطوه نفهمها اس 3 هي اس 3 معناها ايه؟
هنعوض بايه؟ باسمي. قولي طب انا طلعتها حطيها في الاول. هي في نفس الوقت انت دلوقتي جبت فيو 3 صح؟ الفيو 3 طلع برقم معين صح؟ هنا طلع برقم هيكون جنبك. هل يا مريم قصدك ربنا يعافيك قصدك اني احط 12 هنا؟ هو قال لي عشان كده اسمع يا ولاد انت بتعمل انتجريشن لفانكشن ده دي سبيشال الفي عند 3 كذا في الحالة دي. انما انت لما بتيجي تعمل انتجريشن بتعمل انتجريشن للفي كلها الفانكشن في كلها وتعوض بعد كده مش تاخد. خلي بالك حتة مهمة ما باخدش قيمة الفي او اعمل لها انتجريشن، لا انا باخد الفانكشن في نفسها اعمل لها انتجريشن واعوض فيها مش اخد التعويض هنا واحط له تي. خلي بالك خلي بالك من الحتة دي. طيب طلعت هنا ما اعرفش بقى ازاي تطلع. انا صح يا اسا لو طلعت بالنيجاتيف في مشكله؟ ليه؟ اسا طلعت بالنيجاتيف في مشكله؟ في مشكله؟ لا يعني لازم اشيل النيجاتيف؟ لا الاس ديسبلسمنت في مشكله تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا طبعا الاس تطلع في حته. طيب تعالى اللي بعديها كده نحاول نقرا مع بعضينا. بصوا هي اولها برضو هي الستريت لاين. The algebraic measure of velocity given by medical V. يلا ايه الراجل مديني الفي يلا يا ريت بقى نرجع لايام زمان. هي دي كام؟ 3 تي باور 2 ماينس 2 ماينس 2 حلو قوي شاطر يا ريت. بيقول لك فايند وين ذا فيلوسيتي اوف ذا بارتيكل ريتشز 46 مترز. ده عايز التايم فايند وين ذا فيلوسيتي امتى الفيلوسيتي توصل 46 امتى الفيلوسيتي توصل ايه 46. بس لازم ساعدتك سؤال، هو طالب اكسلريشن او طالب ديسبلسمنت ولا عايز تشتغل بيه نفسها؟ هو طالب فايند ايه؟ فايند فيلوسيتي. طب هي الفيلوسيتي قدام اهي، انا محتاج اعمل انتجريشن دريفيتيف. انت محتاج ايه؟ محتاج اكس. الراجل طالب مين اصلا؟ في. وحضرتك عندك مين؟ ال في طبعا. يعني عوض بكام يا مستر؟ طب استنى ترجم بقى ال 46 دي تايم ولا فيلوسيتي؟ فيلوسيتي. هو قال لك وين ذا فيلوسيتي ريتش 46. مين اللي وصل 46؟ الفيلوسيتي ولا التايم؟ لا يا مستر ده الفيلوسيتي هو اللي 46 و 3 تي باور 2 ماينس 2. طبعا هنمشي مين الاول؟ ده عين الاول بالايه؟ بالبلس تبقى 48 وال 3 هتروح بالايه؟ ديفايدد تبقى 16 وال تي باور 2 هتروح بالروت. روت 16 كام؟ 4 ولا نيجاتيف 4 ولا الاثنين؟ الاثنين الاثنين. بس طبعا هنا ينفع ايه بس؟ ليه ان شاء الله؟ عشان بوزيتيف تايم. ماشي ترجع لورا انت براحتك. طيب تعالى بعد كده عايز ايه يا عم؟ فايند ذا اكسلريشن. استنى اهو انت عندك الفي صح؟ اجيب الاكسلريشن بالدريفيتيف ولا انتجريشن؟ عايز تطلع قدام ولا ترجع لورا؟ عايز تطلع لقدام. الفي تروح للايه؟ اعملها دريفيتيف ولا انتجريشن؟ ها؟ مش انت طالع لقدام؟ اكس في ايه ولا بترجع لورا؟ لا يا مستر انا طالع لقدام دريفتيف. يبقى انا عشان اجيب الايه هقوم عامل ايه بقى؟ دريفتيف ولا انتجريشن؟ دريفتيف يطلع دخلهم في بعض 60 ايوه بس كان وين ذا فيلوسيتي هو عايز الاكسلريشن وبيديك رقم في الفيلوسيتي. شو الراجل بيقول لي وينز اكسلريشن؟ طب اديني التايم. لا طب اديني الاكسلريشن حتى. لا ده اداك الفيلوسيتي. اداك الفيلوسيتي بكام؟ الله طب استاذن سعادتك سؤال احنا بنفكر. طب الفيلوسيتي 26 تتحط ايه؟ تتحط في ايه؟ في الجي؟ في الايه؟ وتحط في ايه؟ في البي طبعا. الراجل بيديك البي تحطها مكان مين؟ طب يا مستر وده لازمته ايه؟
ما انت هتعرف رزومته حالا. يعني انا مثلا مش عوض هنا، تعوض هنا في اليمن ده بيديك الفي 25، لا ده بي ولا ده بي، البي فوق يبقى تعوض فوق. يلا 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 هنعوض هنا 25، البي بكام؟ يلا الماينس بتبقى 27 ديفايد 3 تبقى 9، والروت بتاع ال 9 تطلع التايم بكام؟ فاهمين هنعمل ايه دلوقتي؟ دي اللحظه اللي عندها الفي 25، بس هو مش عايز التي، مش عايز التي ده، عايز الاكسلريشن. ايوه مش حضرتك جبت تي، اخدها احطها في ايه؟ اه فاهم؟ تطلع هنا، تطلع عندك بكام؟ اي تي؟ ايه طب يا مستر اشمعنى يعني؟ يلا قدامي الايه والتي؟ ومديك هنا الرقم في، طب عوض في فين هنا؟ لازم في ريليشن تربط، مفيش، خلاص اطلع عوض في الفي، جبت الجي حط الجي بقى هتعمل ايه؟ لعبه. تعالى اللي بعديها. اللي بعده هنا فيها مطلوب تاني تقريبا. فاين ذا اكسلريشن، اه ده عايز ايه بقى؟ ركز يا خالد. ديسبيسمنت ها؟ شايفين قوة ديسبيسمنت؟ اس ايكوال؟ يلا اس ايكوال، استنى كده معايا بقى. شايفين القانون فين الفي؟ فين الفي؟ فين شايفين الفي فين؟ ها؟ بحلق 3 باور 2 ماينس من كده كام؟ ولا من كده ولا عاملها زيرو تي؟ لا هو لو اداك البيجيننج والاند فخلاص حطها بقى، حطهم في الديفنت في الانجلر قصدي. امال مثلا هتصعب تحطها زيرو تي بس؟ ايوه ما كنتش مديني ارقام، بجيب الفانكشن نفسها. الراجل رايح بيقول لك والنبي عوضها لي من 1 ل 3. طبعا احنا بنعرف نعمل انتجريشن بتاع الاله. بتعرف؟ في حد ما بيعرفش؟ هو عندها وقت في الهبه بتاع الاله في الايديه. على طول شايل وقت. ماشي. اللي بعديه. A particle moves from rest. وكلمة اتحرك من الريست، تعرفين يعني ايه الريست؟ نايم. هات يا سيدي معنى كلمة نايم ريست دي. ريست دي معنى في نوت زيرو، لأنه كان واقف ما بيتحركش خالص، وموضعه ما زيرو كان اكس نو بدايته. طيب from a fixed point on a straight line and the algebraic measure of velocity is given by ومدين الريليشن من اللي هني يا ريت 3 باور 2 طالب ايه؟ هنطلع لقدام ولا نرجع لورا؟ find the average velocity، يعني عايزك تتعلم حاجه. average velocity يعني لازم displacement. average velocity اظن كده بقى في الدرس اللي فات. average velocity يعني لازم displacement. average speed نشوف بقى فكرتها. بس خلينا واحدة واحدة عشان ما اخدش الناس. average velocity يعني لازم displacement. طب عشان نجيب displacement تعمل integration ولا limit؟ رايح ولا جاي؟ راجع ولا طالع؟ انا معايا V وعايز اجس. وعايز ايه هو؟ acceleration ولا ايه؟ عايز ايه هو؟ ها الصاصه الكبيره ما تتوهش. عايز ايه من الميله دي؟ ولا انا فايند يا ابني افريج فيلوسيتي. الله مستر، طب ما افريج فيلوسيتي دي فيلوسيتي. طب استنى كده بقى اصبر عليا، انا طالب ديسبيسمنت صح؟ طب هعمل ايه؟ هعمل ايه ولا ايه؟ مش انا طالب افريج فيلوسيتي، محتاج ايه اصلا؟ ديسبيسمنت. والديسبيسمنت لازم اعمل انتجريشن ولا ديفريت؟ انا طالع لقدام ولا برجع لورا؟ انا برجع لورا. الانتجريشن على طول، قانون الانتجريشن عندك اهو. يلا اس ايكوال اس ايكوال ها ليه يا مستر؟ قبل بس ما ابدا عندنا قانون الاريا بتاع الترابيزيوم. انا كاتبه لكم ايكوال هاف
بيز 1 بيز 2 في الهايت. افكركم بس ايه هو الترابيزيوم او الترابيزويد اللي هو عامل كده ولا لا فاكرين؟ ده البيز الاولى وده البيز الثانيه وده الهايت عشان تبقى فاهمين. بس ده الترابيزيوم في منه ايسوسيلس منه مش ايسوسيلس مش فاكر اه اي هايت مهم من فوق لتحت خلاص ماشي. تعالى بص لي على الاكزامبل 12 هنا وبيقول لي لسعادتك find the magnitude of displacements magnitude of displacements طيب تعالى نشوف كده الديسبلسمنت هنا هي مصروفها ايه في اول حاجه مسائل المرسومه ده تي في ها تي في الديسبلسمنت على طول الاريا الاريا مع اكس اكسس على طول كل الاريا تحت وفوق بس في حاجه ديسبلسمنت يعني كل واحد بشرطه. طب نبدا حاجه كده بص يا عم يا عبد الرحمن شايفين التراينجل ده؟ عايزين نجيب اريته اريت لحظه هاف البيز كام؟ 1 الهايت كام؟ ماشي بس المفروض احط ايه الاول؟ اساسي تحت ماشي مستر ده ترابيزايت ترابيزيوم ترابيزيوم بص قانون بص قانون بس الاول بلس ولا ماينس؟ ها اجمع لي التو بيزس ايه التو بيزس؟ ده كان من الحته دي كام؟ الحته اللي تحت دي كام؟ 5 في الهايت الهايت هو كام؟ كام ده؟ 3 كم يوم ده؟ سيدي يا ابني نزلت مش كنت نازل عليه ورحت لك سبعه كم؟ هاي ده ارتفاعه كام؟ ترينجلات الصغننطه دي من نيجاتيف صح؟ ها البيس كام؟ الهايت هتقول لي 6 تمام واحدة ثانية ده يسأل بس ده برضه لازم ديسبلسمنت برضه عايز ديستانس يا رب حيل ديستانس ديستانس استنى هنعمل ايه؟ مستر ده هاف البيز كام؟ تو لاين ده كام؟ اللي تحت ده المفروض يبقى بالماينس سليم ده يعني المفروض اعمله بس انا اعمله ايه؟ بلس على طول مش كده كده هعمله بلس بلس انا ابسوليت انا ليه بقى هخليه بلس عشان نخلص عايزين تعملوا ابسوليت لحظه مش مشكله يلا في البيز كام؟ استنى ده لو قوس البيز اللي فوق كام واللي تحت كام؟ اللي فوق 5 اللي فوق 5 واللي تحت 3 3 الهاي كام؟ كام ده؟ شوفوا لنا ده كام؟ 3 جميل 3 اللي فوق تاني ده كده كده بالبلس طبعا ها كام 3 صح في 3 3 معلش هي مش مظبوطه شويه بس فاهمين هعمل ايه؟ انا ايه؟ مش عارف اعمل ايه؟ انا ايه؟ استنى ده ايه بقى؟ ده اكسلريشن تايم لا استناني وعايز الفيلوسيتي طب ايوه ما انا واخد ان تي اي الفي هي اللي تحت الكيرف التي في الاس اللي تحت الكيرف التي اي الفي اللي تحت الكيرف الكلام ده مكتوب الحصه اللي فاتت مكتوب ها لما يجي يقول لي تي في يبقى اللي تحت الكيرف ده الاس ولو قال لي التي اي يبقى ده الفي طب ايه مستر معلش ده طاير اللي حصل فين؟ لا هنشوف هيقول لك هيقفلها لك لحد حته افتر 3 سكندز بس وقف عند الثلاثه استنى كده عند التايم 3 اهو بص يا ابني بص اعمل ايه؟ بس ما كملش
تمام؟ ما كملش. على البركه. يلا هنعمل ايه الخطوه الجايه؟ نبدا بقى نحسب كده حساباتنا مستر اريات. الاريا دي كام في كام في كام؟ هاف في بس كام؟ في هاي كام؟ وحط ايه الاول؟ ليه؟ في في لا هي في ما فيش بقى فيها ابسليوت وما فيش ابسليوت في البي الا وبعد ما خلصت وطلعت الناتج عايز الماجنتيود يبقى شيل الفي ساعتها تجي النيجاتيف انما الفي في العادي لا ما فيهاش كلام كل واحد مش عارف. طب ده بلس هاف 2 ايه؟ 4 هاف 2 ايه؟ مستر حضرتك وقفت عند السرير دي هو اللي قال لي هو اللي قال لي هو اللي قال لي عايز اقطع حاجه انت هنا ده الاكسلريشن صح؟ للعلم يعني انت تعرف تجيب هنا الاكسلريشن بكام بالظبط؟ يعني تعرف تجيب الفانكشن ستريت لاين مش ستريت لاين تعرف تجيب الفانكشن بتاعتك ولا لا؟ باستخدام ايه؟ مش عندك خد لي اي نقطتين واللي موجود بعد ايوه استنى ناخد النقطه دي مثلا والنقطه دي هنا صح كده؟ نعرف نجيب ايه كام على فكره؟ السلوب استنى النقطه دي كام وكام مثلا؟ 1 0 والنقطه دي كام وكام؟ 0 نيجاتيف 2 والسلوب كان ايه يعني ايه؟ ايه ماينس ايه؟ واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 نيجاتيف خلينا هنا 0 ماينس ماينس 2 يبقى 2 على 1 ما تبقى 1 يبقى كام؟ 2 اكس بس هي مش اكس بقى اسمع ايه؟ تي هي مش اكس هي مش اكس تي لا ماينس 2 يا باشمهندس ماينس ايه؟ القانون بتاع الايكويشن ام اكس بلس انا بقى خدنا قانون تكوين الايكويشن من على الرسم نجيبها ازاي؟ واي ايكوال السلوب ده السلوب حد فاكر مين سي؟ ده اسمها ايه ده سي؟ الواي انترسبت ايه الام احنا عارفين القانون واي 2 ماينس واي 1 اكس 2 ماينس اكس 1 طلع ب 2 بس ايه مش اكس بقى؟ اسمها ايه؟ تي مش اكس مين سي؟ الخط لمس واي اكسس فين؟ ايه يبقى نيجاتيف 2؟ خدتي بالك يا مريم؟ دي الاكسلريشن شاطر من دي وتعمل بقى مش عارف انتجريت هو عايز يبيع بكام؟ عند 3 عند 3 صح؟ صح ولا لا؟ يعني تعملها من 0 ل 3 وتعمل انتجريشن عادي دي طريقه حلوه ماشي اخر مساله على فكره كان عندك طالب منك الافرج فيلوسيتي وافرج فيلوسيتي يعني لازم تجيب الديسبلسمنت اكد عليه اكد عليه طولنا عليه النهارده معلش يوم كان تقيل والناس كلها مش طايقه نفسها يوم صعب النهارده ان شاء الله في بصره بس اقول حاجه بس الفيديو